بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. والسلام عليكم أخوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غادي ندير واحد الفيديو باش نتكلم على واحد الموضوع اللي جا بزاف في الفيديو اللي كانت من قبل هذه، اللي هضرت على سبتة وهضرت على المغرب والجزائر واسبانيا وعلى الغاز. بزاف ديال الخوتي الجزائريين اللي هما عزازين عليا بزاف، لأن جزائريين مسلمين، ولان جيراننا، ولان شاركين معاهم بزاف ديال الحوايج، لا في الدين، لا في اللغه، لا في التقاليد، لا في الطبخ، لا في بزاف ديال الحوايج. غادي نرد عليهم على واحد الكلام كيرجع بزاف، اللي هو حنا ما نكونو خوت مع المغاربه حتى يرجعوا على داك الاتفاقيه اللي داروا مع اسرائيل، وعلاش المغرب تطبعوا مع اسرائيل، وعلاش وعلاش وعلاش. وانا درت واحد الفيديو على فلسطين باللغه الفرنسيه، وما هضرتش على المغرب وعلى الجزائر، هضرت غير على فلسطين واسرائيل، درتها بالفرنسيه لان هي الموضوع ديالها ماشي المغرب. وهذا الفيديو هادي عادي تكلم على اسرائيل وعلى فلسطين، ولكن غادي تكلم بنظره مغربيه وبنظره جزائريه. علاش؟ لان الجزائر والمغرب عندهم بزاف ديال الحوايج كيجمعوهم، واللي نقولوا بحال لي زانتيغي، نقولها لكم بالفرنسيه ان شاء الله تفهموني، لي زانتيغي ديال المغرب وديال الجزائر سي لي ميم، بحال عندهم لي ميم زانتيغي. يعني اللي غادي تربحنا حنا المغرب غادي تربح الجزائر. علاش؟ منطقه واحده، شعب واحد، لغه واحده، اكسيتيرا اكسيتيرا. المغرب طبع مع اسرائيل، غادي تقولوا لي حرام، وهذا الشيء ما كاينش في الدين، وهذا الشيء ما كاينش في الاسلام، وهذا الشيء ما كاينش منه، كما كتقولوا نتوما الجزائريه، وهذا الشيء ما كاينش منه، وهذا الشيء ماشي رجله، والى اكسيتيرا اكسيتيرا. فعلا فعلا اسرائيل كتعدى على فلسطينيين، فعلا الصهيونيين هما عدو المسلمين في هذا العصر، فعلا فعلا فلسطينيين خرجوهم ديورهم، فعلا تداولوا من البلاد، فعلا بزاف ديال الحوايج. هاد الكلام هادو ما كاينش، يعني ما فيهمش نقاش. اليوم في 2021 واش المغرب والجزائر يقدروا يحاربوا اسرائيل؟ لا. اليوم المغرب والجزائر واش يقدروا ينافسوا اسرائيل في الاقتصاد ويطيحوا على الاقتصاد؟ لا. اليوم المغرب والجزائر واش دول متقدمين كيتهلا في الشعب ديالهم؟ واش المغرب والجزائر واصلين لواحد المنصب في الاقتصاد وفي العلم اكسيتيرا؟ لا. حنا المغرب والجزائر بجوج، بهاد الجوج بلاد اللي عندنا حنا عزاز، هادو راه عندهم بزاف ديال الخدمات اللي خصنا نديروهم باش نوصلوا وباش نديروا باش نبنيو الدوله. ماشي انت غادي تجي وتحارب اسرائيل باش تعاون خوتك فلسطينيين، وانت في بلادك الناس ما خدامينش وحارقين كيقطعوا البحر. هادشي راه ما يدخلش في العقل. وهاد الحكام هادو اللي كيقولوا لكم، هاد الرئيس ديال الجزائر عبد المجيد، وداك اللي العسكر ديالكم، داك الزنديق الزنادق ديالكم العسكر، اللي كيضحكوا عليكم كيقولوا لكم اسرائيل اسرائيل اسرائيل، هادي غير الشعبويه. كما اردوغان، اردوغان في الصباح كيقول لك راه خصنا نحاربوا في اسرائيل، وفي العشيه كيبيع المسلح. راه شد واحد الباطو السيمانه اللي فاتت، سيمانه شبروا باطو ديال اردوغان ديال تركيا ماشي بالسلاح لاسرائيل. هادي نفاق وكذب وشعبويه، كيضحكوا عليكم. هاد لي جينيرو ديالكم الجزائريين وهاد الرئيس ديالكم غير كيضحك عليكم. راه ما كاينش الجزائر بالسيف عليها تطبح مع اسرائيل. هي في التلفازه هكا كيتفرج يبان لك راه الجزائر ضد اسرائيل، الجزائر ضد اسرائيل، ولكن كي كتطفى الكاميرا وداك الشيء كيكون مخبي، راه بالسيف عليها. راه الا هضرنا في انترنت وفي لا كونيكسيون اللي كتدخل عندكم للبلاد الجزائر، راه كتدخل اسرائيل. الا جينا نهضروا على الصنع ديال العسكر، راه جزائر اسرائيل داخله بزاف د الحوايج. الا جينا نهضروا على العلم ديال لي ساتيليت اكسيتيرا، راه ضروري خصك دوز. كاين شي بعض الشركات وكاين بعض شي حوايج الا بغات الدوله ديرهم ضروري خصها دوز في شركات اسرائيليين، ولكن هادشي ما كيدوش قدام التلفازه، وهادشي ما كيبينوا لكمش نتوما. علاش؟ هادشي راه كيديروا للشعبويه، الشعبويه باش كنسيكم على بزاف ديال المشاكل الاخرين.
حنا الا جينا نهضروا على العلاقه ما بين المغرب والجزائر ما خصناش ندخلوا هذا الموضوع ديال اسرائيل في الوسط. ما نكونوش حاشاكم مكلخين، ما نكونوش مكلخين، بارك الله فيكم، ما نكونوش مكلخين. وحنا انا علاش كندير هذه الفيديوهات؟ كندير هذه الفيديوهات لان كنشوف بزاف ديال المغاربه وبزاف ديال الجزائريين كيديروا العداوه وكيخطيو ويقولوا الجزائر كذا والاخر يرد عليه يقول له المغرب كذا. وانا هادشي هذا يعني كيغدني الحال، خصنا نكونوا ان شاء الله مزيانين، والجزائريين خصهم يكونوا مزيانين ونكونوا خوت ونكونوا جيران. وهذوك المغاربه اللي ما عجبهمش الحال غير ما يتبعونيش وما يتفرجوش عليا، وجزائريين اللي ما عجبهمش الحال ما يتبعونيش وما يتفرجوش عليا. انا عدو بالله مقولت انا غادي نجي لكم بواحد الصوره اسلاميه، واخا انا ماشي امام واخا ما قريتش شي قرايه كبيره على الاسلام، ولكن بهذا العلم القليل اللي عندي شفت بان المغرب والجزائر ما يقدروش يتقدموا الا ما داروش اليد في اليد، ولا ما فتحوش الحدود وما داروش سوق كبير للشركات الجزائريين والشركات المغربيات يبقاو يبيعوا ويبقاو يتاجروا بيناتهم. هادشي راه ماشي، هادشي راه تمشي اي محل اي شي واحد يكون قاري على الاقتصاد يقول لك نفس الحاجه. انت الجزائر فيها 50 مليون خلق، ما تقدرش تنافس الشينوا اللي فيها مليار ونص، ما تقدرش تنافس البرازيل اللي فيها واقيلا 300 مليون ولا 400 مليون، ما تقدرش تنافس تركيا اللي فيها 150 مليون. ما نكونوش خصنا نفتحوا عقلنا، راه ما بقاتش السبعينات والثمانينات، ما بقاش الحرب البريد، خصنا صافي ندوزوا هادشي هذا. وجزائريين خصهم يفكروا في راسهم، فلسطينيين فعلا نعاونوهم ونوقفوا معاهم، ولكن جزائريين والمغاربه هما اولى، هما اللي خصنا نعاونوهم وهما اللي خصنا نوقفوا معاهم الاولين. والمغرب ضروري الا بغى يوقف المغرب خصو الجزائر تكون واقفه، لان حنا جيران وعندنا حدود مشاركين. ما يمكنش المغرب يتقدم والجزائر يبقى اللور، والعكس صحيح، ما يمكنش الجزائر تقدم والمغرب يبقى اللور. وكاين بزاف ديال المشاكل في هاد البلدين، كاين بزاف ديال المشاكل، الدراري كيقراو وما كيلقاوش الخدمه، ما كيتوظفوش في المغرب وفي الجزائر. كيفاش تمشي تعاون فلسطين وانت الدراري عندك في البيطاله واخا عنده باك بلس 7؟ يعني هاد الاسرائيلي كي غادي تجي تجلس معاه وتقول له خصك تعطي الحقوق للفلسطينيين غادي يضحك عليك، غادي يقول لك سير اعطي بعدا انت حقوق الشعب ديالك، عاد اجي هضر معايا. واش حنا مافقر دوله في العالم ومافسد دوله في العالم كنديروا الرشوه والفساد وبغيتو نمشيو نحكموا على اسرائيل باش تعطي حقوق الفلسطينيين؟ باش بالقمقوم، مشو غير بالقمقومه. هادشي هذا راه ماشي، هادشي هذا راه يعني خصكم تكونوا ما قارين حتى شي حرف باش تقولوا هاد الكلام. هذا هادشي راه ما كاينش منه كاع، ما كاينش منه كما كتقولوا نتوما، ما كاينش منه. ما يمكنش اسرائيل تسمع لك، غير تسمع لك، ماشي غير تجلس معك في الطابله وانت ما تكونش دوله قويه، لا يمكن. ما يمكنش ميريكان تسمع لك تجاوبك غير في التليفون، غير في التليفون، وانت الدوله ديالك كدير 150 مليار ديال البي بي، غير مدينه في اوروبا مدينه كدير اكثر من الجزائر بالبترول بالغاز بكلشي، غير مدينه في اوروبا كدير اكثر من المغرب. خصنا نقدموا، خصنا نزينوا البلاد ديالنا ونعطي حقوق للشباب ديالنا ونبنيوا العسكر ديالنا ونتهلاو في الاساتذه وما يبقاو الشباب ديالنا يحرقوا، ونديروا نزيدوا حتى حنا نطوروا العسكر ديالنا، نديروا شي تكنولوجيا جديده اللي ما كاينه لا عند امريكان لا عند اسرائيل. داك الساعه عاد كتولي الدبلوماسيه ديالك قويه وكتولي الحلق ديالك مسموع في العالم. كما الروس كانوا في التسعينات طاحوا، كانوا في التسعينات طاحوا، حتى جا بوتين كون لهم الدوله وتقدموا. وخا بوتين يعني ماشي ديموقراطيك سيتيغا، مي الروس تقدموا عاد باش دخلوا لا كريمي، داو الجزيره مع داك المشكل اللي مع اوكرانيا، داو الجزيره وحتى واحد ما هضر معاهم، حتى واحد ما هضر مع الروس، داو الجزيره كامله، داوها لا كريمي داوها كامله، لانيكسيون دو لا كريمي داوها كامله، حتى واحد ما هضر معاهم. علاش؟ لان الدوله قويه، شكون اللي غادي يهضر معاهم؟ دوله قويه. ترك في التسعينات، في الثمانينات، في السبعينات كانت ماشي بحال الترك ديال اليوم، كانت طايحه، كانت الحلق ديالها ما كاينش كاع، كانت الترك حتى واحد ما كيتسوق لها. دابا اردوغان والرئيس اللي مقبلوه، الرئيس اللي يعني الترك، واخا انا ما كان
هاد السياسه ديال ماشي داك الشعبويه ديال ما كتعجبنيش، مي خصها نشهدوا بالحق. تورك تقدمت ولا دابا الحرق ديالها مسموع في العالم، والمغرب والجزائر دابا خصو ياخذ هاد الامثله ويدير بحال كيفاش حنا عندنا افقر دوله في العالم وعندنا بزاف ديال الظلم، وبغيتي انت تمشي عند فلسطينيين وتعاون. هادشي هذا راه ماشي عقلاني، هادشي هذا راه خيالي، وحنا المسلمين خصنا نخرجوا من هذا الخيال، خصنا ندخلوا في الواقع. فوالا، لان باش نكمل هذا الفيديو، الا بغينا نديروا اليد في اليد المغرب والجزائر ونتقدموا، واللي يطلع المغرب والجزائر بجوج بينا حتى واحد ما يضيع، ونتقدموا ونديروا السياحه بيناتنا، ونديروا الاخوه بيناتنا، ونديروا عسكر واحد. علاش لا؟ هما اوروبا كيهضروا عليها، قال لك غادي يديروا عسكر اون ارمي اوروبيان، نديروا حتى حنا ارمي الجيرو ماروكان، عسكر واحد، ونتوحدوا ونتعاونوا. و سي كومبليمونتير، حنا عندنا الفلاحه وخوتنا الجزائريين عندهم حاجات اخرين، ونتعاونوا ونطلعوا. وداك الساعه كي نتقدموا نقريو ولادنا ما يبقاوش ولادنا يحرقوا يمشوا للبحر، داك الساعه عاد نهضروا على فلسطين. هادشي هذا راه يعني الله يهدينا وصافي. بارك الله فيكم، تمنيت اليوم دابا يكونوا لي كومونتير شويه عقلانيين، ما يكونوش الجهلاء. يعني كنشوف انا بالك الجهلاء. فوالا، بارك الله فيكم، وما تنساوش ديروا لي جيم وتابوناو، وان شاء الله نديروا فيديوهات اخرين، واللي ما نجيو لا مع المغرب لا مع الجزائر، نجيو مع الحق. والله يهدينا، الله يهدينا، والله يوحد الصفوف المسلمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم.